من المسائل المهمة أيضا التي تمر معنا أن الفقهاء تمر علينا في كتب الفقهاء أنهم يقولون يقول فقهاء يمنع التغسيل أو يكره التغسيل بالماء الحار، هل هذا الكلام له وجهه أم لا؟ نقول إن الماء الحار إنما كرهه الفقهاء لأنه يضر الجسد، يقولون هذا، فلذلك استحبوا الماء الفاتر البارد ولا يعنون به البارد الجامد، فلذلك استحب، فهو ينظر ما الذي فيه مصلحة الميت ومصلحة المغسل، ربما المغسل لا يستطيع أن يغسل بماء بارد في شدة البرد ونحو ذلك، ولذلك يقولون يكره الماء الحار إلا في شدة برد ونحوه، ومثله يكره الخلال إلا لحاجة.